سوميانغا من محافظات تنزانيا التي لها أهمية اقتصادية كبيرة، للعمانيين فيها نصيب وافر، ومن خلالها تذهب الطريق إلى بعض دول الجوار التي تأتيها بضائعها عن طريق ميناء دار السلام. قطن وأناناس وذهب وألماس، ثروات تنتجها شينيانغا. عدد العمانيين الموجودين في محافظة شينيانغا يزيد على 150,000. 150,000 نسمة. نسمة. من مجموع عدد السكان هنا. من مجموع عدد السكان في شينيانغا. كيف حياتهم هنا؟ كيف يقضوها؟ إيش أعمالهم؟ أعمالهم أكثر هي تجارة. وبعض الحمد لله ربي يسألهم فتحوا مناجم، وبعد والثانيين فتحوا مصانع، والحمد لله يعيشون. مناجم إيش هذه؟ مناجم الألماس ومناجم الذهب، وحد منهم مصانع مثل مصانع القطن ومصانع مصانع الصابون وأشبه ذلك. يعني هذه الأنشطة كلها يشتغل فيها العمانيين؟ مال العمانيين، مال العمانيين خاصة. مع العمانيين خاصة؟ لا، مال هذا. نعم. ما هذه ملك العمانيين. ملك للعمانيين. نعم. يعني مثلا منجم منطقة فيها ألماس تعطى كمنطقة امتياز للشخص، هو يستثمرها، هو يطلع منها الألماس. نعم، الحكومة تعطيه، إذا طلب الحكومة تعطيه أرض طولها كذا عرضها كذا يشتغل فيها، وبعد ما يشتغل يؤدي للحكومة، والذي حصله من الفائدة حاله، ما حد يتدخل عليه. أعتقد أنت تشتغل في الألماس. نعم، أنا أشتغل في الألماس. عندك قطعة يعني أيضا؟ عندي 3 قطع. وعندي مصنع لقص الألماس. في كل النشاطات نجد أيد وعقولا عمانية تسهم وتنتج، تفيد وتستفيد. شركة لاستخراج الماس لهلال بن أحمد الحبسي، يشاركه عبد الله بن سالم الحبسي الذي اصطحبنا في هذه الجولة. تبدأ قصة استخراج الماس بمنطقة امتياز كبيرة تمنحها الدولة للمستثمر. تأكد وجود الماس مسبقا بواسطة الأقمار الصناعية. يتم نقل مئات الأطنان من الصخور والأتربة إلى المصنع القريب من المنطقة، وهنا خط الإنتاج الذي يمر بعدة مراحل تستهلك فيها ملايين اللترات من الماء. عبد الله عضو مجلس الإدارة يتابع سير العمل. تفصل الصخور الكبيرة والشوائب التي يثبت عدم وجود الماس فيها، كما تخضع للوزن على خط سيرها. في المراحل الأخيرة تضاف لها مادة كيميائية تساعد على اكتشاف الماس. يعني ممكن إعادة استخدامه. وتكون المفاجأة اليومية المفرحة في هذه الغرفة المحكمة التي لا يملك مفاتيحها سوى صاحب المال، وفي داخلها صندوق أكثر إحكاما تخبأت بداخله 2 قطع صغيرة هي الصافي من تلك الأصنام. إذا اكتشفت العشية أن فيها الماس، الصندوق ينفتح.
مفتوحه يعني اوتوماتيكيا. اذا في ادراس اوتوماتيكيه يعني راح تسقط هنا هذا الصندوق الاسود. هذا الصندوق الاسود اللي يبغي ياخذ ياخذ هذا ياخذ اذا وصل. اذا وصل يعني انتوا كون احنا في شيء قبل ما تصدر الماس لازم تحصل موافقة من إدارة المنافذ. يتسجل لازم عشان تدفعوا ضريبته وكذا تقريبا هي 5% يعني 95%. طيب ومنطقة الامتياز هاي الكبيرة اللي ماخذينها قلت لي كم تقريبا 13 مليون. انا ما اعتقد 13 مليون. 13 مليون فدان. هذه الارض كلها تدفعوا عنها ايجار ولا شيء؟ حاجه بسيطه. طبعا هي مش ملك الارض. انتوا بعد ما تخلصوا يعني استثمارها تظل الارض للحكومه. بس لمده تقريبا 99 سنه. 99 سنه تقريبا. ما شاء الله. نفتح نشوف. هذه تذكرنا بقصص الغواصين لما كانوا يجيبوا ويدوروا على الدانة لك هذا الألماس. هذا الألماس نعم. عدل؟ اي نعم. هذا الألماس وهذا الألماس. هذيلا كل الألماس. هذيلا من نوع ثمينة اللي يستخدمونه في المجوهرات. القطعة هذه أتصور يعني وزنها ممكن وزنها يعني تلك. ممكن وزنها تقريبا 2.5 قراوات. هذا النوع في السوق القيراط كم قيمته؟ يعني اذا كان عالي الجوده. يعني عالي الجوده يعني ممكن تجيب تقريبا 5000 دولار. هاي ما شاء الله عندكم انتاج وفير. يعني هذا اللي يسموه ما خف وزنه وغلى ثمنه. هذه شنو؟ هذه ما اعتقد. هذه من هنا يروح للمختبر مثلا؟ لا خلاص يعني من هنا للسوق. من هنا للسوق. واضح بالنسبه لكم انتم؟ بالنسبه لنا واضح. ما عندكم هنا مختبر في الداخل؟ لا ما في. يعني بالعين المجرده انتم تعرفوا هذا الماس ولا لا؟ بالعين المجرده لانه من الخبره. من الخبره نعم. ما شاء الله. الله يفتح عليكم ان شاء الله دائما. شكرا لك. المناجم هذه لكم انتم يعني تملكوا الارض ولا الحكومه مثلا تعطيكم قطع امتياز يعني؟ الحكومه يعطونا ليس رخصه لعشر سنوات. ايوه تعطيكم منطقه كبيره. منطقه نعم يعطونا. في وفرة ألماس هنا في هذه المنطقة؟ نعم في. يعني لاحظنا احنا كأن في أكثر من شخص يستثمروا في مجال الألماس هنا. نعم في. إيش عادة شروط الحكومة؟ كثير شروط عندها؟ أو لها نسبة ولكم نسبة؟ لا ما في شروط كثير. نحصل لايسنس ونبحث نسوي إكسبورت ونسلم على الحكومة برسنتج حق رويالتي. لها نسبتها ولكم نسبتكم. أيوة. للحكومة نسبة ولكم لكن نسبة. لكن قليل شوي. نسبة من أقل؟ نسبة الحكومة أقل؟ أقل على قولهم. تأخذ 5% فقط. أيوة. يعني نسبة بسيطة هذه. أيوة. مثل أي ضريبة بسيطة. الباقي للمستثمر. نعم. إيش الثروات الثانية؟ قالوا لنا ذهب موجود في هالمنطقة. ذهب نعم يتواجد. من هنا الشنيانغا إلى كهاما موانزا جيتا إلى مسوما موجود ذهب.
لكن من يشتغل في الذهب نحن؟ ما تشتغل في الذهب. تشتغل مثل ما قلت لي في القطن. أيوة مشكلة. مزارع تكتسي باللونين الأخضر والأبيض. إنه موسم جني القطن الذي يقطف بالأيدي مباشرة، ولأن وزنه خفيف فلن يحتاج إلا لقطعة قماش ملحقة بالظهر هي بمثابة سلة التجميع. يكدس في الحقل تمهيدا لنقله. يتم النقل بمختلف الوسائل المتاحة. عند هذه المخازن يشتري تجار الجملة القطن من المزارعين بما يعادل 150 بيسة عمانية للكيلوغرام. مئات المخازن تكدس فيها البياض كتساقط الثلج. تستقبل المصانع أعداداً هائلة من الشاحنات المحملة بالمحصول، وتخضع للوزن قبل التفريغ وبعده. ومعظم هذه المصانع يملكها عمانيون. هذا المصنع لهلال بن أحمد الحبسي. المصانع كبيرة وحجم العمل والعمال يشير إلى وفرة في المحصول. يمر الإنتاج بعدة مراحل بدءا من فصل البذور وتنقية القطن من أي شوائب. الربطة المضغوطة الجاهزة للتصدير تزن أكثر من 200 كيلوغرام. هذا مصنع آخر لسالم بن خميس العامري، تخصص بنشاط آخر هو استخراج البذور التي تم فصلها، فسوف يستفيد منها المزارعون بجزء منها للموسم القادم، بينما تذهب أخرى لمصنع الزيت. هذا تمر البذور بعدة مراحل في خط الإنتاج، تفصل منها الشوائب التي ستذهب علفاً للحيوانات، وقبل عصرها تخضع لأفران التسخين التي تهيئها للعصر. بعد خروج الزيت تتبقى قطع أشبه بالكعك، يعد طعاماً جيداً للأبقار. أما الزيت فمنه ما يذهب لصناعة الصابون، وآخر يصل للعبوات للاستخدام الغذائي. يشبه زيت زيتون شوية. يشبه زيت الزيتون. كيف ترى إمكانية وجود تبادل تجاري بين عمان وتنزانيا؟ شنيانغا تجيري كما تلفو سيما kwa mambo ya pamba. Shinyanga tajiri kwa mambo ya dhahabu. Shinyanga wanapata. Shinyanga غنية بتجارة القطن والذهب ومحاصيل زراعية أخرى. لذلك فهي واحدة من أغنى محافظات تنزانيا، وكذلك في مناطق أخرى من تنزانيا يوجد البن والشاي والعديد من المحاصيل. ففي الحقيقة نرى أن عمان قد تأخرت في تنشيط العلاقات التجارية مع تنزانيا، بينما يفترض أن تكون الدولة الأولى في هذا التعاون بسبب الوجود العماني الكثيف في هذه البلاد، ومعظمهم على تواصل مستمر بعمان، لذلك يكون التواصل سهلا بين البلدين، فلا نرى أي سبب لتأخير هذا التعاون. فعلى الأقل ينبغي أن تقوم وفود من عمان بزيارة تنزانيا ليطلعوا بأعينهم على فرص التجارة والاستثمار هنا.
أنتم كرجال أعمال من عمان ومن أصول عمانية واطلعتوا على كل هالتجربة، أعتقد أن الدور يقع عليكم أيضا لتنشيط هذا الجانب، تنشيط الجانب التجاري وتوضيح الصورة الجيدة لإمكانية الاستثمار بين الجانبين. نعم نستطيع التغيير، لكن المسألة تحتاج إلى عمل مكثف لتمرير الفكرة لدى رجال الأعمال العمانيين لكي يستثمر هنا، لأن بعض رجال الأعمال لديهم أفكار سلبية عن الأمان هنا وهذه ليست صحيحة أبدا. كذلك من الصعوبة على صغار التجار إقناع رجال الأعمال الكبار في عمان على الاستثمار حتى يأتوا ويطلعوا على الواقع بأنفسهم، ومن ناحية أمن أموالهم واستثماراتهم في تنزانيا بالنسبة لنا لا توجد أي مشكلة، كما أننا نؤمن أن تنزانيا هي واحدة من أكثر الدول أمانا في إفريقيا. قرية لالاغو التابعة لولاية ماسوا كانت تعج بالأسر العمانية، ولا زالت مبانيها المتبقية تحمل تلك الملامح. يتوسط القرية مسجد الإباضية، هي لالاغو مبناها سنة 1904، وأول شايب الذي جاء هناك أحفظ إنه اسمه محمد بن سليمان. محمد بن سليمان مريفو هو معروف، لكن العدوي هو. مريفو يعني طويل في الأسواحلية. نعم كان طويل هي. واحد شايب ثاني نوبة اسمه محمد بن صالح البلوشي. والثالث جعد جدنا. جدكم أنتم. جدنا هي زاهر بن سيف. زين. زاهر بن سيف بن خميس. بنيوها سنة 1904. هذا حياة جدنا احنا مجهول. 1904 بنيوا المدينة هذه ولا دخلوا العمانيين يعني أول مرة؟ بنيوا المدينة. بنيوها بناء. من قبل. ومن اللي بناها يعني؟ هم العمانيين؟ هم هذا الثلاثة. وبعد كذا جو الناس الآخرين. عادوا الناس ثانيين عادوا. وعادوا. وكثروا. وكثرنا كثير. وحتى سيرة عمانيين كان ما تبدلوا، حتى احنا ما علمونا، حتى السواحلية كان ممنوعين نتكلم. نتكلم عربي بس، وحتى سيرتنا وكهوتنا واسمع مني وصلاتنا، وبنينا بنيوا مسجد الشياب هناك. واسمع مني وصلاة جماعة أربعة، واسمع مني وحتى قهوتنا كلنا أربعة. أنت انولدت فيها؟ مولود فيها؟ نعم. لالاغو؟ نعم أنا مولود هناك، حتى أمي مولودة هناك. أي وحتى قهوتنا نصير نخرف وسويوا نخيل ما شاء الله، وكثرة النخيل مجموع، ونصير نخرف الفجر الصباح بعد صلاة الفجر نحن نطلع ونسير ونطلع نخيل ونخرف ونجي ونسوي قهوتنا هناك، ونسمع مني أوقات حتى شاهي نشرب مع بعض. يعني عايشين حياة عمان رغم أنكم ما في عمان. شرت وشفت رحت أنا عمان، شفت سيرة هي عمان داخل. قلت هي هذه السيرة الذي ربيونا شياب هناك، وشفت هي صراحة بالحقيقة. نعم. وقرب هذه القرية أقام ناصر بن علي الفرعي أيضاً مصنعاً للقطن يسهم في النشاط الاقتصادي لهذه المنطقة التي يستفيد منها الأهالي أيضاً. بعد المرحلة هذه المصنع، وبعدين يخرج البذر هذا الحب يخرج روحه. أصحاب المصانع والمشترون القادمون من خارج البلاد يشرفون على مراحل العمل للتأكد من جودة الإنتاج.
هذا من الفيكين. من الفيكين. زائر ولا مقيم؟ لا مقيم هنا. مقيم هنا. أيضا تشتغل في القطن ولا؟ مع بعض. مع بعض. تشتغلوا مع بعض. مع بعض. في نفس ال. نفس المنطقة. المكان. المكان. مبين مكان وفير بالقطن. أيوة واجد واجد جدا. كثير. أصل المكان هذا متوفر كثير يعني. من عادي ياخذوه وسحبوه. ما فكرتوا تصدروا من محل كمان؟ والله ما حصلنا حد يعني يريد يعني. هذه مزرعه مبينه يعني. مبينه بثمرتها و هذه اللونين الاخضر وابيض كثير مبينين. ويقوم رجل الأعمال شخصياً بزيارة المزارع والاطمئنان على سير العمل مع السكان المحليين العاملين في هذا النشاط. نياتو ولاية أخرى من ولايات محافظة شينيانغا التي سكنها العمانيون. تعرفنا باسمك بس شاب. أنا السان بن سيف والسيف بن سليمان المحروكي. ونعومك جبري. من هين؟ من أدم. من أدم؟ نعم. مولود هناك وهنا؟ مولود عمان. إيش تسمى ذي القرية اللي انت فيها؟ هذه اسمها مكان اسمها وكوندي. وكوندي؟ إيه نعم. هذه تابعة أي ولاية؟ يعني؟ ولاية مياتو. أي نعم. وحدك هنا ولا حد معك؟ حد عندي هذا الحواتم هذا. الحاتمي. الحاتمي. نمر عليه نشوفه. هذا كيف؟ هاي توقفين قبل. ها. والبقية هنا؟ بقية هنا عدواني. عدواني. من عدونا هذا. موجود بعده؟ موجود. متوفوا ولا أولادهم؟ أولادهم موجودين. أي نعم. نعم. إن شاء الله. وكم سنة لك هنا؟ والله من سنة 61 يقارب. قرب 44 سنة. 61 من جيت من عمان. من جيت من عمان والله جاي 1953. 53. أيوة. وهين كنت؟ 53 لواحد في مكرامة. مكرامة. أي مكان محل اسمه مكرامة. هذا هنا ولا بعيد؟ حتى ونكمل هناك. على طريقنا توك. على تركم كذا. آه. جانب سنجيدة. جيت عمان ولا ما جيت؟ جيت. مرتين جيت عمان. مرتين. نعم. فهذا العمر كله مرتين جيت. مرتين. مرتين. إيش شفتها عمان؟ ما شاء الله طيبة طيبة. نعم. عمان لو لي ما هي عمان تو أكيد ما هي متبدلة عمان تو متبدلة صح نعم. صح نعم. ناوي على رجعة ولا إن شاء الله برجع لا من رد الله مسوي نية مسوي نية نية مسوي ونمسير الله تعالى مسير الله فيك نعم. طبعا طبعا نعم. كيف السكنة هنا زينة الحمد لله عندك دونك مراد معيشة تحصل معيشة الحمد لله اشكر الله تعالى قبائل السكوما والواتورو هي الغالبة على محافظة شينيانغا. هذه القبيلة تحتفل بعرس قدمت فيه للعروس 35 بقرة كمهر لها. مرشدنا الذي يجيد عدة لغات أسهم بأغنية محلية نالت الاستحسان. Do na do ba ga na yo ba, do na do
Get your sample, get your sample, get your sample, get your sample.